الله خلق الإنسان بهرمونات في جسمه تساعده على التأقلم وأخذ الحيض أو الحذر. وعلى عكس الراشدين، آلام الصدر عند الأطفال نادراً ما تكون علامة على مشكلة في القلب. بالانتظام في النوم في هذا الشهر الكريم لابد من المحافظة على عدد ساعات معينة من النوم في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وكل عام وانتم بخير، شهر مبارك على الجميع. أولاً أحببت أن أشكر جمعية القلب السعودية على إتاحة الفرصة لي خلال الدقائق القادمة يعني للتعريف عن نظم كهربائية القلب ومشاكل نظم كهربائية القلب. راح نتكلم خلال دقائق قادمة في شرح بسيط مبسط لبعض المشاكل اللي تواجه المرضى في مشاكل كهربية القلب وعدم انتظام ضربات القلب، كيفية التشخيص والعلاج الممكن لها. أحب معكم بس في البداية ببعض السلايدات راح بس أشارككم فيها. تعريف بسيط على اضطراب نظم كهربائية القلب، هي مشكلة تواجه بعض المرضى في عدم انتظام معدل ضربات القلب أو إيقاعها. أحيانا بعض المرضى يأتون يحسون بضربات قلبهم تكون سريعة جدا، البعض الآخر تكون بطيئة جدا لدرجة لا سمح الله ممكن يكون في إغماءات أو توقف في القلب، وبعض الآخر لا يحس أنه في ضربات قلب تتسارع أو تتباطأ أو يوجد ضربات زيادة. أحياناً يحس بضربات القلب الطبيعية ويحس أحياناً ممكن أنها تزيد ضربات القلب. أغلب ضربات أو نظم اضطرابات كهربائية القلب تكون غير مؤذية بشكل عام، ولكن يجب الانتباه لها ويجب أخذ العلاج التام لها ومراجعة الأطباء لها، ولكن البعض الآخر ممكن يكون خطير ومهدد للحياة. بالنسبة لفهم النظام الكهربائي للقلب، مثل ما أنتم حضراتكم شايفين القلب مقسم من 4 حجرات، حجرتين اللي هم الأذينين أو البطينين. فبالنسبة لكهربية القلب عبارة عن عقد جيبية، العقدة الجيبية الموجودة في 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 الأذن في القسم العلوي من القلب، الأذين الأيمن، عن طريق سيالات عصبية أو حزم كهربائية ترسل الإشارة إلى الأذينين ويتم الانقباض، وبالتالي وبعد ذلك تروح للعقدة الجيبية بين الأذين والبطين، وكذلك سيالات كهربائية عن طريق حزمة هس إلى البطين ويتم انقباض البطين، وبالتالي الدم بيروح إلى الجسم كافة. هذا بشكل عام أو بشكل مبسط، هذا ما يتم عن الفهم بشكل سريع كيف يتم أو كهربائية القلب اللي بتصير. أي اختلاف أو أي اضطراب عن طريق هذا الفكر أو هذه الطريقة في الكهرباء وطريقة توصيل الكهرباء سواء في الأذينين أو البطينين عن طريق السيستم اللي شرحته لحضرتكم ممكن تؤدي إلى 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 اضطراب في النظام الكهربائي القلبي. من المشاكل اللي نواجهها أو يواجهها كثير من المرضى وبيحسوا ممكن يحسوا فيها أو ما يتم الإحساس بها، هي مثل تسارع نبض القلب فوق البطيني، وفي أنواع كثيرة مختلفة يتم تشخيصها أيضا ويتم علاجها، ومن أشهرها كمان رجفان الأذين، تكون في الأذين أو الذبذبة الأذينية سواء الأذين الأيمن أو الأذين الأيسر. من المشاكل ممكن تكون خطيرة أو مهددة بالحياة وتسارع نبضات القلب البطيني، يجب التدخل فيه سريع.
أو لا سمح الله انقطاع الكهرباء بين الأذين والبطين، وهنا كمان يجب التدخل السريع فيه بزرع المنظمات الكهربائية. أسباب اضطراب نظم كهربائية القلب بشكل عام ممكن يكون أن يكون قصور في الشرايين التاجية. قصور الشرايين التاجية بشكل عام تؤدي إلى أمراض كثيرة، ومنها اللي هي اضطراب نظم كهربائية القلب. لا سمح الله إذا كان في مشاكل في شرايين القلب أدى في نهاية المطاف إلى 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 نوبة قلبية أو عدم وصول الدم إلى جزء ما في العضلة القلبية، ممكن هذه العضلة أن تموت أو أن يتغير نسيج الخلايا تبعها إلى خلايا ندبية، تؤدي بالتالي إلى اضطراب في كهربية القلب. بعضها يؤدي إلى اضطراب في نظام كهربية القلب، وتخرج من نفس النظام الذي سبق وذكرته لحضرتكم، وممكن أنها تؤدي لا سمح الله إلى 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 سكتة قلبية يجب التدخل فيها فوريا. كمان القصور شرايين التاجية النهاية ممكن تنتهي بضعف وتمدد عضلة القلب، وكمان ضعف عضلة القلب تمدد عضلة القلب ممكن تؤدي إلى 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 مشاكل في كهربائية القلب. الاضطرابات الوراثية يس، في بعض في بعض في بعض الأفراد ممن يكون عندهم مشاكل في 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 كهربائية القلب أدت إلى علاجهم أو زراعة أجهزة منظمة لهم، ممكن يكون هذا له علاقة بالجزء الوراثي. تعاطي أكيد المخدرات تؤدي بالنهاية إلى السكتة القلبية، وهو جزء كمان هام، يعني بنجده ويتوجد كثير من الحالات كانت سببها من تعاطي المخدرات. الصمامات القلبية أيضا كذلك، إذا كان في مشاكل في الصمامات القلبية أو عمليات قلبية سابقة قديمة أدت إلى تغير الخلايا القلبية إلى خلايا ندبية، ممكن أنها تؤثر في الكهرباء القلبية فيؤثر على اضطراب النظام الكهربائي القلبي. أمراض عامة كذلك، زيادة في الغدة الدرقية، اعتلال في وظائف الكلى والأملاح، هذه كلها ممكن تكون لها طرق مباشرة أو غير مباشرة في اضطراب النظم الكهربائي القلبي. علاج هذه النظم، اختلال هذه النظم الكهربائية القلبية بالعادة يكون ناجح الحمد لله. نسبة النجاح سواء تدخلات بالأدوية أو تدخلات عن طريق القسطرة بتكون الحمد لله أكثر من 95-97%، وبعض معظم الأشخاص يقدروا يعيشوا كمان بوضعهم الصحيح أو الطبيعي بحياة طبيعية جدا 100%، ولا يوجد أي مشاكل بالنسبة له. السكتة القلبية المفاجئة هي تعريفها هي توقف مفاجئ وغير متوقع عن الخفقان في القلب نفسه، والرجفان البطيني هو السبب الرئيسي للسكتة القلبية. ممكن زي ما قلت لحضراتكم تكون سبب مشاكل الشرايين اللي أثرت على شرايين القلب، اللي أثرت على 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 القلب، شرايين التاجية اللي أثرت على القلب، تكون نهاية السكتة القلبية المفاجئة. وأثناء الرجفان البطيني اللي بيصير بالضبط إن 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 القلب لا يعمل بالطريقة الصحيحة، ما بيشتغل بالطريقة الصحيحة، فالارتجاف يكون سريع جدا بحيث إن ضخ القلب للدم يكون ضئيل أو معدوم، وبالتالي ينتهي الإنسان من يفقد الوعي أو لا سمح الله النهاية تكون الوفاة. فيجب التدخل فيها سريع زي ما واضح لحضراتكم، من أهمها هي الأجهزة وهي عملية الأجهزة الصادمة الكهربائية، تدخل فيها سريع بحيث أنه يرجع القلب لعملية ضخ الدم بطريقة طبيعية. يصاحب الإنسان في الوقت هذا لا سمح الله فقدان الوعي أو يحس بتسارع شديد بضربات القلب إلى درجة أن يفقد الوعي أو يسقط. بعض الناس ممكن يحس بألم في البداية في الصدر أو ضيق في التنفس، وكل هذه مشاركة بعض. كيفية فحص الناس اللي عندهم اضطراب في نظم كهربية القلب أو عندهم سرعة في ضربات القلب، هي بالتخطيط أولاً في البداية، تخطيط في أي مركز صحي، وهذا اللي أنا أنصح فيه مرضاي، في أي مركز صحي ممكن أنه
يروح للمركز الصحي ويطلب منهم انهم يعملوا له تخطيط قلبي، وبالتالي يعرض التخطيط القلبي على طبيبه المباشر او على الطبيب الموجود في المركز الصحي. فهذه من اولى الخطوات اللي احنا نطالب فيها او اطالب فيها مرضاي. بعض المرضى يحسون بضربات القلب تأتيهم بين فترة وأخرى، فممكن وضع لهم جهاز، نضع لهم جهاز، هو جهاز الفلتر، هو جهاز لتسجيل ضربات القلب لمدة 24 إلى 48، أحياناً تزيد عن ذلك، ممكن تصل إلى 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 72 ساعة. بعض الأجهزة الأخرى اللي إحنا نقوم فيها وهي زراعة جهاز صغير تحت الجلد، يزرع تحت الجلد بالضبط، وهو يسجل ضربات القلب، لأنه أحياناً خلال 72 ساعة أو أنك عملت جميع الفحوصات القلبية لا تجد أو ما نقدر نكتشف اللي هو الضربات القلبية الزيادة هذه، فممكن نحن نضطر نحن نزرع جهاز في منطقة الصدر. زراعة الجهاز سهلة جداً وتحفظ البيانات، بيانات ضربات القلب طبعاً، لمدة 3 سنوات من العمر، وممكن كمان إرسالها عن طريق السمارت فون أو الأجهزة الذكية إلى 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 سيستم موجود في المستشفى، وبالتالي يكون في مراقبة لضربات قلب المريض. كمان من الأشياء الحديثة والتي كمان ذكرت خلال التوصيات في الجمعيات الأوروبية في 2020 اللي هي الأجهزة الحديثة الجديدة بشكل عام، ممكن إن إحنا عن طريق هذه الأجهزة ممكن إحنا نقيس ضربات القلب، وكمان عمل تخطيط بطريقة سريعة جدا لما تجي الأزمة، أزمة وزيادة سرعة القلب، وإرسالها عن طريق ملفات إلى طبيبك المباشر، ويستحسن فعلا أن ترسل هذه إلى طبيبك المباشر، وبالتالي بنقدر إحنا نعمل تشخيص ونشوفه، نشوف المريض واللي يعاني كيف علاج بشكل عام نظم كهربية القلب لما يكون في نوع من أنواع اللي هو اختلاف في نظم كهربية القلب. أكيد يتم التشخيص، وإذا وجد التشخيص إما نحن نبدأ بعلاج أو نحن نذهب إذا كان في تسارع في ضربات القلب سواء أذينية أو بطينية، نذهب عن طريق قسطرة ومع فريق آخر لدراسة للعمل رسم ثلاثي الأبعاد للقلب، وبالتالي عمل الكي لهذه البؤرة اللي هي السبب في تسارع ضربات القلب، أو لا سمح الله إذا كان في عملية من عملية انقطاع كهرباء القلب بين الأذينين والبطينين، يتم زراعة أجهزة منظمة أو أجهزة صاعقة لحماية القلب. هذا برزنتيشن. نسمع، ممكن نشوف الأسئلة. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية، جزاك الله خير على المعلومات القيمة. أول سؤال وصلنا عن طريق الإيميل من الجماهير، يقول السؤال: أنا مصاب باضطراب في ضربات القلب وأستعمل أدوية تسبب لي صداع شديد وتعرق، هل من وسيلة أخرى؟ أنا مصاب بضربات القلب، خلي السؤال نصحت أستاذ نور. مصاب بضربات قلب، باضطراب في ضربات القلب واستعمل أدوية تسبب لي صداع شديد وتعرق، هل من وسيلة أخرى؟ أوكي. أكيد أنا أنصح السائل بمراجعة طبيبه لمعرفة نوعية الدواء اللي هو مستخدم اللي بيستخدمه المريض، وهل من الممكن تغيير هذا الدواء. بالنسبة للصداع بشكل، هل هو السبب في الصداع أم لا؟ بالنسبة للصداع أسبابه كثيرة جدا، وهل الدواء اللي هو بيستخدمه المريض له علاقة به أم لا؟ فهذا نصيحة مني، مراجعة طبيبه للتأكد هل هو السبب أم لا. إذا كان هو السبب فيتم تغيير الدواء، إذا كان غير ذلك فبالتالي ممكن إحنا ننصح بعمل فحوصات أخرى للكشف عن أسباب الصداع، وهي أسباب كثيرة جدا. أيضا سؤال آخر يقول: تم تركيب جهاز هولتر لوالدتي لمدة 3 أيام لمراقبة ضربات القلب، وتم وصف علاج كونكور 5 ميلي جرام، ونصحها الطبيب بعمل تحليل هرمونات نظرا لانقطاع الدورة الشهرية عن عمر 55 عاما، فما رأيكم؟
بالنسبة لتركيب الهولتر لضربات زيادة في ضربات القلب ممتاز. أكيد أكيد أن الطبيب اكتشف في تسارع في ضربات القلب يمكن نوع من أنواع اضطراب في ضربات القلب، أكيد الطبيب هو أعلم به ولذلك تم وصف الكنترول لها. أما بالنسبة للعمل الهرمونات فطبيعي جدا، بما أنه تم انقطاع الدورة فأكيد لوجهة نظر طبيبها الخاص بعملية الكشف عن الهرمونات. بس هل لهم علاقة مشتركة؟ لا، ما في أي علاقة مشتركة. جزاك الله خير. أيضا سؤال يقول دكتور، من إلى أي مدى تؤثر الحياة النفسية والتوتر على ضربات القلب وتزيد معي جدا أيام الاختبارات وأخشى على القلب ما العمل؟ هل أستعمل مهدئ للأعصاب؟ فما رأيكم في هذا؟ بشكل عام الحياة النفسية والتوتر أكيد 100% ممكن نهايتها لا سمح الله ما تكون حميدة بشكل عام، وليس فقط على القلب، على الجسم بشكل عام. نصيحة لنا احنا دائما نقدمها للمرضى هي التوازن في الحياة بشكل عام، وحتى لنا نحن كأطباء التوازن في الحياة بشكل عام هو شيء إيجابي. بالنسبة أن التوتر يكون بسبب اختبار فمية في المية هو شيء طبيعي، بسبب اختبار، بسبب قيادة، بسبب أي كان، هو التوتر موجود في الحياة بشكل عام. ولكن كنصيحة دائما أنصح مرضاي وأنصح نفسي كذلك بالتوازن في الحياة وعدم تسليم النفس لمرحلة التوتر أو مرحلة الشد العصبي، وليس فقط للقلب بشكل عام، هي للجسم بشكل عام، بشكل خاص للقلب ولكن هي للجسم بشكل عام. أيضا سؤال يقول أنا مصاب، شخص يقول أنا مصاب بأنيميا حادة ونقص في مستوى الحديد بالدم، ودائما أتعرق ليلا وسرعة ضربات القلب، فأرجو الإفادة، بماذا تنصحه؟ بشكل عام زي ما ذكرت لحضراتكم في الأسباب، أسباب اضطراب نظم كهربي القلب توجد أسباب كثيرة وأحيانا تكون مباشرة أو غير مباشرة، وهذا من الأسباب كمان اللي يجب حلها قبل التشخيص أن القلب يوجد فيه مشكلة ما. فنعم الأنيميا ممكن تسبب في تسارع ضربات القلب، يجب على المريض أو السائل مراجعة الطبيب الخاص للتأكد ما هو سبب الأنيميا الحاد وكيفية علاجه، لا سمح الله إذا كان يكون نزيف أو شيء من القبيل، فيتم العلاج بطريقة سريعة. وبالتالي إذا أحسنت العلاج في الأنيميا هذه ستتم يعني بشكل عام علاج ضربات القلب أو أنها تهدى ضربات القلب بشكل عام. السؤال السادس يقول أعاني من قصور في وظائف القلب وأستعمل دواء لعلاج الضغط وأيضا دواء آخر لعلاج منظم ضربات القلب، ولكن في رمضان أنسى علاج منظم ضربات القلب، هل هناك ضرر متوقع لاحقا؟ لا يوجد 100% ضرر متوقع أن تنسى أنه نسيان دواء منظم القلب مرة في اليوم، ولكن الهدف الرئيسي هو إذا تم النسيان. أنا دائما أقول لمرضاي أنه بعض المرضى خصوصا كبار السن يأتي فترة أنه مش عارف هل هو أخذ الدواء ولا ما أخذه في اليوم ذاته، فأنا أطلب منه بعدم أخذ الدواء إذا كان في شك كبير. بالنسبة لشخص ما عنده قصور في قصور في عضلة القلب، فالأدوية بشكل كامل مهمة جدا، سواء كانت زي ما ذكر السائل أدوية قصور القلب أو الأدوية المنظمة، كلها عبارة عن مجموعة كاملة مهمة أن يستخدمها. إذا تم النسيان مرة ما أطلب منه أن يأخذها لأنه يكون في شكك لا سمح الله، فأخاف أنه يدبل الدواء، ولكن الطلب من دائما المرضى هذولي أنهم في الكاتيجوري هذا ولا في المستوى هذا أنه يأخذ أدويته بانتظام. سأل أيضا يسأل أنا مريض بالذبحة الصدرية
وأستعمل دواء أسبرين أطفال، ولكن تبين للطبيب المعالج وجود قرحة بالمعدة، هل القرحة من الأسبرين؟ ممكن أن تكون كذلك، ولكن كمان أنصح بالمسارعة بالكشف مع أطباء الباطنية وعمل المنظار لتأكد هل يوجد فعلا قرحة أم لا. وإذا كان السبب هي الأسبرين، يوجد بعض الأدوية اللي هي تساعد على حماية المعدة من أي نوع من أنواع القرحات، خصوصا إذا زادت كمية الأدوية، كمان تصرف أدوية أخرى للمساهمة في تقليل القرحات أو المنع من الأدوية التي تأثر على المعدة وعمل القرحات لها. نعم، أيضا استلمنا سؤال من سائلة تقول ابنتي تعاني، أعتذر، ابنتي تبلغ من العمر 12 عام، تعاني من السمنة المفرطة وخلل بالهرمونات وسرعة ضربات القلب والتعب من أقل مجهود، أخشى عليها من أمراض القلب، هل تنصح لها بجراحة للسمنة أو هناك لكم رأي آخر طبي؟ الرأي الطبي بشكل هذا هي السمنة المفرطة بشكل عام. للأسف السمنة المفرطة لها أثر سلبي للجسم بشكل كبير وليس فقط للقلب. نصيحتي إذا كانت سمنة مفرطة هو التوجه إلى أطباء السمنة والتأكد بأنه لا يوجد سبب هرموني أو أن جميع الهرمونات ممكن تكون سليمة أو أن جميع التحاليل بالنسبة للأبناء سليمة، والبدء في العلاج مع أطباء السمنة معهم بشكل مباشر لعمل خطة علاجية لتنزيل الوزن. هذا أولا. إذا السمنة بقت مثل ما هي فراح تأثر بشكل كامل ليس فقط على القلب ولكن بشكل كامل على الجسم وجميع الوظائف الأخرى. أيضا سؤال يقول تم تركيب جهاز منظم لضربات القلب لأمي وتبلغ من العمر 43 عاما، وقد علمنا أنها حامل في الشهر الثاني، هل يسبب الحمل مشكلة للقلب أو هل الأدوية قد تسبب ضرر للجنين؟ هل تستعمل دواء تينورمين 100 ميلي جرام؟ أو سوري، هي تستعمل دواء تينورمين 100 ميلي جرام، فما رأيكم دكتور؟ بالنسبة لجهاز منظم ضربات القلب علاقته مع الحمل لا يوجد علاقة، ما في أي مشكلة. أي جهاز تركيب نركبه لضربات القلب سواء كان جهاز منظم أو جهاز صاعقي لا يوجد أي شيء مباشر بينه وبين الحمل، ويستحسن المرضى المخططين لعملية الحمل أنهم يراجعوا أطباءهم، أطباء القلب أو أطباء النساء والولادة. أما بالنسبة للتينورمين فأطلب منها مراجعة الطبيب بداها على الدواء، وأطلب منها أن توقفه إذا كان في تأكد في الحمل وتراجع طبيبها المباشر هو طبيب القلب للتأكد لماذا صرف دواء التينورمين أولا، وهل يجب أنها تكمل عليه. بس إذا من الوصف اللي احنا شايفينه لا يجب. سؤال 13 يقول أنا أستعمل مكملات غذائية للنشاط وبناء الجسم، هل بالفعل تسبب أمراض القلب لاحقاً؟ فما رأيكم؟ بشكل عام إذا كانت المكملات الغذائية هي مكملات طبيعية فما فيها أي مشاكل، ولكن لا سمح الله إذا كانت فيها مكملات نسبة كافيين عالية وزي ما ذكرت لحضرتكم من الأسباب أحياناً تكون في مكملات غير صحية أكيد ما رح تكون لها ضرر مباشر على كهربية القلب كمان. أحيانا تكون مجهورة المصدر المكملات. يعطيك العافية دكتور علاء عبد العزيز الدوسري، استشاري أمراض طب وكهربائية القلب التداخلية. إيش حابب توجه رسالة للجمهور في شهر رمضان المبارك، وأيضا للأشخاص الذين يعانون من نفس الأمراض هذه، أمراض كهربائية القلب؟ رسالتي بشكل عام لشهر رمضان المبارك، كثير من الناس في شهر رمضان بيحس
وخصوصا بعض المرضى اللي يكون عندهم مشاكل في كهربية القلب، نسبة الجفاف بتكون كثيرة عند المرضى هذول اللي هم غير ما بيتحملوا وقت الساعات الصيام اللي موجود بشكل عام بيأثر عليهم. فنسبة يجب أن يكون عملية اللي هو شرب السوائل بشكل كبير مهم مهم مهم، هذا أنا وجهة نظري، لأن في ناس كثير بخلاف شهر رمضان كمان في ناس كثير ما بتشرب سوائل وما بتحافظ على شرب السوائل، وبتأثر هذه على ضربات القلب كمان. فهذه من الأشياء اللي أنا أنصح فيها مرضاي بشكل عام، اللي هي الحفاظ على السوائل بشكل كبير. بالنسبة لرمضان للمرضى اللي هم عندهم مشاكل في كهربائية القلب والأدوية مهمة، وعدم أخذ الأدوية بسبب الصيام تكون لها آثار سلبية، فبالتالي ننصحهم كمان، وأنا أنصح مرضاي اللي أنا أعرفهم شخصيا اللي هم ما يصعب عملية الصيام بالنسبة لهم، إنه يقدر إنه 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 بالعكس يأخذ أدويته للحفاظ على صحته، وهذا أهم شيء لازم نحن نعرف نطبقه. يعطيك العافية دكتور. شكرا لكم مرة ثانية، وشكرا للجميع اللي تحت الفرصة لي للحديث معكم ومقابلة المشاهد. يعطيك ألف عافية، شكرا لك، كل عام وانتم بخير. الله خلق الإنسان بهرمونات في جسمه تساعده على التأقلم وأخذ الحيض أو الحذر. وعلى عكس الراشدين، آلام الصدر عند الأطفال نادراً ما تكون علامة على مشكلة في القلب. بالانتظام في النوم في هذا الشهر الكريم لابد من المحافظة على عدد ساعات معينة من النوم في الليل.